لواء الوزير الحالي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قال إنه تصريح، أول ما استلم الوزارة قال تصريح مهم جدا، قال لك الشخص اللي هيرفع سلاح قدام عسكري أو ضابط ده معناه إن أنا هرفع عليه السلاح. رأيك إيه في اللي اتقال ده؟ هي بصراحة ده تصريح، يعني هو قرر يقول كده علشان ده كان تصريح موجه أكتر لضباط الشرطة علشان يطمنهم إن هم هيكونوا عارفين يدافعوا عن نفسهم، علشان ممكن يكون في كلام من ضباط الشرطة نفسياتهم دلوقتي بعضهم يعني ممكن يكونوا مترددين شوية إن هم يتعاملوا مع المواطنين عشان بيكونوا خايفين. فالتصريح ده كان موجه لضباط الشرطة بيقول لهم أنا هحميكوا لو أنتوا بتحموا نفسكم، وبصراحة انت دي شايف حاجة ان ده طبيعية جدا، والقانون بيسمح للدفاع الشرعي عن النفس تمام؟ لأي بني آدم ومنهم ضباط الشرطة، إن لو حد بيهددني بالقتل أنا ممكن أضرب عليه الرصاص، دي حاجة طبيعية. لكن اللي إحنا بنشوفه دلوقتي إن ضباط الشرطة بيستخدموا القوة وبيستخدموا السلاح بطريقة غير قانونية، سواء كان في ملاحقات مع مشتبه فيهم جنائيا أو في المظاهرات. اللي بيحصل دلوقتي إن الأمن بيستخدم قوة مفرطة بقنابل مسيلة للدموع بعدد كبير تمام، جدا أو برصاص مش حي. مختلفين، انما انت شايفه ان الرساله دي اللي قالها وزير الداخليه الحالي موجهه فقط للشرطه، مش موجهه للناس يعني اللي ماسكين، ودلوقتي انتشر بشكل كبير جدا تجاره السلاح، ان كل واحد عايز يشتري مسدس ولا مدفع وبشكل غير قانوني. انك انت مش شايفه ان الرساله دي برضو موجهه طبعا للناس اللي هم ممكن يكونوا يعني مش عايزين يبقى في امن؟ طبعا اكيد، يعني دي كانت رساله واضحه هو اه بيقول بيها ان جهاز الشرطه مش جهاز ضعيف، ودي احنا مش ما نتمناش ان جهاز الشرطه طبعا يكون جهاز ضعيف، احنا عايزين جهاز قوي، وجهاز قوي كفايه ان هو يعرف يحافظ على امن جميع المواطنين في مصر. فهو كان بس بيأكد على النقطه دي، لكن لازم برضو دايما نتاكد ان السلاح القاتل ما يستخدمش غير لحمايه الارواح فقط، ما نعم ينفعش ان انا علشان واحد بيجري مني وانا عايز امسكه اضربه في مخه، اقتله. ما ينفعش، ولو دي هطلع حاجه غير سلاح قانونيه. هضربه في رجله مش هموته مثلا بالظبط او كده زي ما بيحصل بالظبط في كل الدنيا يعني، علشان اوقعه وبعدين بقبض عليه واحاسبه. بالظبط طيب انتوا قدمتوا المبادره دي للواء منصور العيسري قبل كده، مظبوط. كان ايه الرد؟ احنا بعتناها للواء منصور العيسوي، وبعتناها كمان للجهات المختصه الاخرى، بعتناها للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، وبعتناها للنائب العام، وبعتناها لوزير العدل، يعني كل الجهات اللي ممكن يكون ليها صفه. ما جالناش رد من وزير الداخليه. الحاجه الوحيده ان احنا كنا كمان كاتبين له ان هيكون في مؤتمر صحفي نعرض فيه المبادره، فكلمنا احد ممثلي وزاره الداخليه يقول لنا احنا كنا حابين نكون موجودين في المؤتمر الصحفي، لكن للاسف ما فيش وقت كافي بالنسبه لنا ان احنا نجهز رد. وده كان الرد اللي الرد وصل لكم. الوحيد، لكن ما كانش فيه اي نيه، او ما كانش في ما قالولناش ان هم عايزين يتواصلوا معانا، نتعاون مع بعض، ما نحاول حصلش اي نشوف تواصل. ازاي ممكن نطبق المبادره. اللي هو محمد ابراهيم يوسف وصلت المبادره ولا لسه ما لسه قدمتوهاش؟ هتوصلوا ان شاء الله الاسبوع ده، احنا هنبعتها زي ما بعتناها للواء منصور عيسوي هنبعتها برضو للواء محمد ابراهيم، ونتمنى ان يكون في تعامل معانا، بس تعاون حقيقي ومش مجرد ظاهري، وان يكون في فعلا نية لتطبيق يعني لبداية عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية اللي احنا ونشوف نقدر بنشوفه. نعمل ايه وما نقدرش نعمل ايه. كل حاجة نقدر نعملها، المهم الإرادة السياسية. طب ماجدة، دلوقتي انتوا اتنين ائتلاف ضباط لكن شرفاء، ومنظمة لا حقوق معلش، الإنسان. ممكن اصلح بس المعلومه، المبادره دي مبادره شرطه لشعب مصر مكونه من جهات مختلفه، في ثلاث منظمات حقوقيه، المبادره المصريه لحقوق الشخصيه، ومركز هشام مبارك للقانون، والمنظمه المصريه لحقوق الانسان، فيها كمان ائتلاف ضباط لكن شرفاء، ومعانا مجموعه من الاكاديميين ورجال الاعمال والمتطوعين المهتمين بالموضوع. فالمجموعة مجموعة مكونة من يعني جهات مختلفة، سواء حقوقيين أو ضباط سابقين أو ضباط حاليين أو ناس مهتمين بالقضية. والضباط دول اللي حاليين او السابقين هم اللي ادوكوا شويه معلومات عن الوضع اللي جوه الداخليه بشكل عام. بالظبط، لغاية النهاردة وزارة الداخلية بتتعامل بسرية شديدة جدا، ومفيش ناس كتير من بره الجهاز ممكن تفهم كويس الجهاز ده شغال ازاي، العلاقات بين الرئيس والمرؤوس بتمشي ازاي، ثقافة ضابط الشرطة عاملة ازاي. فطبعا ان احنا كان معانا ضباط
اصلاحيين ومهتمين باصلاح، علشان هم شايفين ان هو ده دي الحاجه الوحيده اللي هتخليهم يقدروا يعملوا شغلهم كويس ويقدروا فعلا يحافظوا على الامن. كانوا مهتمين ان هم يشتغلوا معانا ويدونا المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان نفهم بالظبط عمل الشرطي بيحصل ازاي، ازاي ان هو بيكون مضغوط عليه ان هو يطيع الامر مهما كان الامر مخالف للقانون، غير كده هو مهدد بالنقل لمنطقه بعيده عن مكان اسرته مثلا. ازاي ان هو الرئيس بيكون طول الوقت ممكن يقرر من مصير الضابط ده، الطريقه العسكريه اللي بيشتغلوا بيها. وعلشان كده احنا عايزين من بدايه كليه الشرطه نكسر الطريقه العسكريه دي في الشرطه. الشرطه قوه نظاميه ولازم طبعا يكون فيها يعني رتب مختلفه ويكون فيها زي رئيس ومرؤوس، يعني كل الحاجات دي طبيعيه جدا في جهاز الشرطه، لكن لكن يعني. ده مش جيش، ده مش جيش بيتعامل مع عدو، دي قوه مدنيه بتتعامل مع مواطنين. تمام، جميل، اوكي. استاذه ماجده انا بشكرك على وجودك معانا النهارده. الحقيقه طبعا احنا مع الشرطه، احنا مش ضد الشرطه، خاصه كمان انكم بتطالبوا برفع مستوى الاجور ورفع الكفاءه ورفع حاجات كتير جدا، ولكن في نفس الوقت عايزين كل الفساد اللي كان موجود قبل كده في الداخليه يبقى مش موجود عشان نقدر نستعيد الثقه مره تانية ما بيننا وما بين الشرطه. بشكرك على وجودك معانا النهارده ونهارك سعيد. الحقيقه هسيبكم دلوقتي مع تقرير، التقرير ده عن اطار عن فعاليات الاحتفال بالافلام اليابانيه. تعالوا نشوف مع بعض الاحتفال بالافلام اليابانيه ونرجع نستكمل فقرتنا.